أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب عن فتح باب تلقي تساؤلات المواطنين من خلال مبادرة اسأل الرئيس، ودعت المواطنين للمشاركة عبر الموقع الإلكتروني www.askthepresident.net. وتأتي المبادرة في إطار حرص الرئيس السيسي على استمرار التواصل والحوار مع كافة أطياف الشعب المصري. من المقرر أن يعقد المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة جامعا شباب مصر من كافة المحافظات في حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة يومي 30 و31 من شهر يوليو. جلسة اسأل الرئيس، الشباب يسأل والرئيس يجيب عن كل التساؤلات التي تشغل الشباب المصري بدون خطوط حمراء. شارك بسؤالك على www.askthepresident.net. المؤتمر الوطني للشباب، العاصمة، يوليو 2019، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.